الصلاة حلال الأطيب. والله هي الحكومات يا حكومة اللي جتنا زينة من 2003 لحد الآن. العراق بخير وفلوس خير بيه، بس الفلوس المن قاعد تطلع؟ تطلع للميليشيات ولا الأحزاب ولا هاي. احنا خلصنا العراق كله للأحزاب، ما خلصنا لشعبنا. هم من جوا لحد الآن أرد أسألهم، هم دول الكبار، الروس الكبار إذا عندهم غيرة وعندهم شرف، أكو شارع بيه خير؟ أكو مدرسة بيها خير؟ من جوا لحد الآن على حكاية النجيفي هذا الجانب البرلمان يقول احنا جايين نخرب. وين ابو النزاهه؟ وين رئيس المحكمه الاتحاديه؟ ما يقول له هذا حكيك شين انت؟ يعني انت رئيس برلمان سابق وعضو بالبرلمان هسه تحكي هذا الحكي؟ اذا الدوله فاشله. هذول ناس عملاء مو للبلد، ولاهم مو للبلد، ولاهم لايران، لامريكا، للسعوديه، لتركيا، كلهم، كل من عنده ولاءات. هذا البلد متهينه، ما يعترفون به. هذول ناس حراميه ما يردون البلد. بشرفك اكو دوله بالعالم هسه، طلع لدوله بالعالم، افريقيا وغير افريقيا، اكو سياره مال مزبله يركضون وراها 200 واحد من مره الى طفل الى رجال، ولكم والله خزع عليكم، عيب عليكم، غيره ما عندكم وشرف ما عندكم. يعني سياره زباله يركضون وراها الشعب العراقي؟ هذا العراق كله خير ونفط وخيرات. بويا العراق اسقن دوله بالعالم، بس طحنا لنا بناس شله عصابه ما تخاف الله. وراكم موت، ترى باكر عقبه القبر ما حد يفيدك. هذا القبر وياك شايفك من تجيك الحياه والعقربه وتلدغك، تراويك الملائكه بعيونكم، وما تفيدكم هاي الفلوس. ايش قد تتعمر 70 80 سنه 100 سنه؟ هناك راحتك مو هنا راحتك. هنا مده معينه لك وتنتهي، بس تتنوع للشعب هذا ولهالشباب هاي ولهالفقرة هاي، من اطفال تاتلها جوع. بشرفك اكو ناس غدا ما عنده وعشا ما عنده. يطلع واحد من اهل السماوه شيخ ما شاء الله، شو يقول السماوه بخير، ماكو بيها فقره. شاتا كنت مو كنت فقير، هاي الخيرات اللي عندك منين اجتك؟ منين اجتك؟ من السياسه مالتكم وي السياسيين وي الاحزاب، وجتك الفلوس خرف. ده قبل انت كنت هسه تقول السماوه ماكو فقير بيها؟ لا والله كل احنا فقره، ماكو واحد مو فقير، السماوه كلها فقره. هاي شبابنا كلها لا زواج، عطاله بطاله، تريد تشغلهم تاخذ لك 500 واحد يشغلهم، شنو هذا ال 500 يشغلهم؟ حي هذا لا حياء، هاي مال فقره، حي واحد بالالاف عطاله بطاله، وشغلهم باكر عقبهم تقول لهم الله وياكم ماكو، ما تعطيهم هذا، ونعرفكم كل زين، تعطي شهر وشهرين ما تعطي. فنطلب اذا يا حكومه، شوف بشرفك هذا شارع، هاي منطقه حي، هذا حي الامير بنص المدينه، وهاي الخشابه يمك منطقه سابقه، شوف شوارعها الخايسه، شوف المزابل، شوف وين رقابتكم؟ وين البلديه؟ وين الحكومه؟ ابوي ماكو حكومه. ايش قد صرفتوا هسه للدوله؟ للمحافظه ايش قد خصصتوا ماليه؟ كلها بجيوب الفاسدين الكبار اللي بالمحافظه. للمحافظ ولربع الشله، للشيخ ولفلان شيخ ولفلان مسؤول مال حزب، هاي معروفه، ترى العراق كله يعرفها، حتى الاطفال تعرفها. تنوع بشرفك، شارع عام، هذا شارع عام رئيسي بشرفك، ما يبلطوا مجاري بنص المدينه، هذا بنص المدينه تروح تبني تبلط الشوارع بالقرى هذولاك شيوخ واهل المدينه. لا شوف هذا بشرفك، شارع هذا تنوع مجهله، وهذا شارع عام يربط السماوه والناصريه هذا والبصره هذه، وبنص 800 متر 800 متر كيلو ما بي ما تبلطه. وهاي احياء، شوف هاي الاحياء الحلوه، بيوت حلوه راقيه، شوارع ما بيها، مجاري ما بيها، شنقص المحافظ على كيفك بويا؟ تقول سويت واسست ورفعت؟ لا والله ما سويت، بلطت لكم كم شارع والبقيه كلها بالجيب.
عاد انا قاعد من الشغل ما عندي بس هذا الجراج. هذا الجراج انا من زمان بي شيشته وتعبت عليه ودفنته، كان خرابه اخذته من البلديه، زوج عليه واحد من اهل رميثه عده واسطه عده هاي. انا رجال فقير لا متعين وبلا تيني برجلي ولا اعمل ولا عده عمل، كل شيء ماكو الا الله وعلى الجراج انا. وحاربون علي وصاير له سنه ساده عناد وياي، ما يعني خذ يا ريت استفاد بي استاذ، ما استفاد بي، قطع رزقي قطع رزقي. وانا اناشد الحكومه، اناشد محافظه السماوه، وانا اناشد مدير البلديه، الى عندهم غيره الى عندهم غيره، لا متعين وقاعد بالايجار الله شاهد. وكلها تعرفني المنطقه، وصاير له هاي 15 سنه 17 سنه انا بالجراج. طب عليه من الرميثه زوج عليه يجي لي يعطيني خسائر، ما انا شطي خسائره. هذا ايش يسوي؟ ياخذ الجراج ويقول لك اعطيني مالاتي، اعطيني مالات شلون يزوج عليه؟ اعطيني تعبي واخذه من عندك، انت الك بس اعطيني مالاتي ارباحي. انا ما اعطي ارباحك، هذه يا مقفول سنه الله شاهد وقاعد وساكت ومتاني. امس خابرني يقول لي اعطيني مالاتي وانا اروح على البلديه اتنازل لك واحول لك العقد. المنطقة تريد تبليغ، تريد ماء، تريد كهرباء، تريد حالة هاي المناطق الشعبية أو المناطق اللي بالسماوة أو مثل ما تقول المناطق الزراعية هاي هسه اللي ورا المستشفى اللي دا المعالي دا العبيد، هي ترابات مثلا سبيسات يحلون هي يسوون لنا مجاري للناس، لأن الناس خطية جاي تتأذى والله لا مطرت الدنيا هاي الوادم كلها خطية ما تقدر تطلع من الشارع. ليش؟ لأن تدري بعد يصير لنا طين الله وكيلك سيارة الناس تغط لحد الاكسن يوصل الماي مالتها. وانت تعرف طلبات هاي ترى صارت على قولت اللي يقولون بسيطة، يعني شغلة التبليط وشغلة الشارع النظيف والمجال والله مدار. احنا حتى مدرسة اللي ذولا فلشوها، هم مدرسة قديمة وواعد، وانا قالوا بركة الله بين الشارعين كيف لكم يعني، بس راح تبدي المدارس ومحتارين محتارين بين شارعنا وبين المدرسة. هواي شوفت عينك بعد صور انت وشوف الشارع صاعد ونازل، تقول كأنما ما سيارات كبار، ولا تقول شارع ما المنطقة شعبية. هو جاي يطالب بركة الله الحكومة، وانتم عن طريقتكم توصلون صوت المواطن، ناس هم انعم الله عليكم ورحم الله والديكم، جاي تفترون وتطلعون وتصورون، وهذا على قول واجبكم وانعم الله عليكم. وطلعت الناس تقول بيا السماوة ترى دبي والسماوة ترى ما بيها شيء، هاي شوفت عينك، الله وكيلك تقول بالصحراء ولا تقول بالخشاب، صور منا فرها منا كاميرتك وشوف. ونعم الله عليكم عمي، انتم احسن من باقي الناس، اكو مجلس محافظه اكو بيها ناس قرابتنا وصدقانا، واكو ناس بالهذا بالبلديه ناس يعني كبار وتفتيهم واهل ولايه وماكو. نعم الله عليكم على تصويركم والله ما تجون وتوصلون الحقيقه. فقط بمحافظة المثنى العالم تعبانة، هلكانة، لا فرص عمل، لا مثل مخليه مثل أشغال يشتغلون بها، وهالحالة تدري تو هسه انتخابات ما انتخابات هم شوي أثرت على العالم، عطلت الأعمال مال العالم، عطلت الدوائر والكسبة هاي، أنت تشوف حالها، المواد كلها صاعدة، يعني بطل الزيت بثلاثة ونص، كيل التمن هذا ياها بثلاثة، يعني شو سبب حالة مأساوية. يعني ايش ما توصفها ما تتوصف مأساوية. هاي لين ما لها حال ما تدري، لا فرص عمل مثل ما تريد للعالم، لا اشغال، العالم ترى العالم كاتلها الجوع، كاتلها الضيم، وما تشكى بس لرب العالمين تشكى احوالها. والسياسيين احوالها متطاقه بعد المنتخبات ودي الانتخابات، والعالم تعبانه طايح بها الفقير. Thank you.
ما يشغلون العراقي، ما حد يشغله. هذاك يجي يكربون عليه من الشهر لشهر بورقه بورقتين، يطونه يستغلونه. ربعنا ما يشغلونهم، هاي ربعنا هاك نوع هذول، هاي عربانه وهاي العالم يوم يشتغلوا 10 ايام قاعد، يوم يحصل له 10,000، يوم ما يحصل. يا ريت تنوع لها المقاريد هاي، ما حد يتنوع لها، بس الله يتنوع لها. لا سياسي يتنوع لها ولا واحد يتنوع لها. وضعيه تعبانه حج، حيل تعبانه. هذا كيس الطحين يلعب النفس ب50,000، وبالعام ماله يلهط من الصبح لليل يحصل له 20. ان من يودين يشتري بهن طحين، يشتري له خيارات بهن، يشتري له طماطات. يا ريت تنوع له راتب مال رعايه حج، وبالواسطات تروح تصير ويا فلان جهه يعطونك راتب رعايه، تخليها هيك ما تقبض، صير ويانا ونسوي لك راتب، ما تصير ويانا ما حد يقلبك. حجي كل من وربعه، صايرين عصابات الجماعه. كل من يشتغل له روحه ولا ربعه ولا ناسه. فقير ما حد بحاله ولا واحد يقلبه، هاي العالم ضال الله وكيلك. هاي والله تجيك ناس هنا اقول لك عم اريد طماطات ارداكل ما عندي. يعني مو شوفه كذاب وحيال، ما يقول لك اريد فلوس، يريد له راس طماطه، يريد له خيارات ياكلهن ما عنده. شعب من الوالدين خلوه 3/4 جدي، الله وكيلك. ناس ما عندها. تعال هنا أنا تعال اوقف لك ساعه وشوف العالم اشكال تجيك. حصل عليها قشر البصل. والحكومه والله ما اهم واحد عيب علي يقول ذولا حكومه، عصابات حج ذولا مو حكومه. هذا البلد كل حكومه ما بي. ذولا ناس عصابات. الله وكيلك. عندك عريف تمشي، ما عندك عريف كل شيء ماكو. السوق واقف، صعدة الدولار، هاي الظروف السياسية، الحروب السياسية، المظاهرات اللي صارت حاليا، يعني دمرت السوق نهائيا. ماكو حركة عمل، ماكو، الاقتصاد عندنا صفر. صعدة الدولار، صعدوا النقل، مكان المتر كان يمكن $50 $60، هسه صار $200 او فوق $200 النقل. فشوف حركة العمل تعبانة، يعني صاحب الدخل المحدود يمكن راح ينقرضون انقراض، بطالة ازيد من اللزوم، ماكو اي حركة. سوق فارغ، عصرية وسوق السماوة هذا الوحيد العام فارغ حاليا. فنترقب من هاي الدولة الجديدة، بكت الله يشكلون دولة زين، يعطون منح، يقولوا ايش اسمهم؟ منح والرعاية الاجتماعية، يعطون هسه هاي الناس المقدمة، يطلعون اسماء وكله كذب. يعطونهم وعود وكله كذب زين. الشباب هاي ضاله هسه بلا تعيينات، حرب دمروا الشعب نهائيا. انه الشعب يعني شوف ناس تجي اكثر من 20 شخص 30 شخص، اذا يشتري منك يعوف الباقي ويروح او ياخذ الغراض ما يعطيك فلوس. يعني قام يمشي المواطن يسولف ويا نفسه، وضعنا كلش من أسوأ الى أسوأ زين. نترقب من الله للبيت انه زين. وهاي الجاي شوف هالتقبالك، يعني قبل اذا تحصل 50-60 هسه ما تحصل لك 10,000 دينار. ما يعني ماكو وضع تعبان، كلش تعبان. بالاضافه الى قلت لك يعني تعيينات ماكو، لا تعيينات، والرعايه جاي يعطون اسماء وما يصرفون للناس رواتب زين. اخذوا فتره انه اذا عدى بيت او ما ادري شنو ما يعطون راتب، الرعايه يقصونه من عده زين. فصار السوق يشتغل له يوم 4-5-6 بالشهر 7 ويوقف الشهر كله. عمري بالسبعين 75، كل شيء ما شايفه من الدولة. ابني شهيد بالذهبية، هذا أول واحد. أعطوني قاع، طلعت الطابو مالها بالمواطي قوة، أعطوني إياها بالبر، راح أزرعها هناك حنطة وشعير توصل 6 ملايين. ابني بالذهبية ولا تجيب، أجيب الاستمسكات كاملة، استكاملة كاملة الاستمسكات بالذهبية. ابني يعطوني 342,000 دينار عراقي، ها؟ والسياسي
الدايح كان بالدول بالدول كافه، ما اقول لك دوله واحده، الاردن الفقور وغيرها وغيرها يعطونا قواني، والعراقي حرر العراق يعطونا 340 دينار عراقي. هذا بيا موديل وشلون يبنيها وشلون يسوي نفسه، هاي اول واحده. واحنا هات تشوفنا ما اقول لك انا ها وايش قال بعد اللي اقول لك. اول واحده مدارس ماكو، تبني المدرسه اليوم الدوله تظل 5 سنوات 6 سنوات بس الاساس، هاي واحده قفلنا الشارع على اشتغلوا بي. اليوم ذبوا لهم درب ترابات اشتروا 100,000، بقى سنه سنتين ذبوا لهم كاشيات انباقن، بقى سنتين ثلاثه انباقن، ذبوا سيراميكات بقى سنتين ثلاثه تكسرن. وتشوف هذا انت الجسر استوى بالعالم بس اهل السماوه وهي الصاخه. افقر محافظه بالعراق هي السماوه، لا بها اعمار لا بها شغل لا بها، يعني كل شيء ماكو. ناس على قد حاله، هذا يبيع فلافل، هذا حمال، يعني تعبانين اهل السماوه بصوره خاصه تعبانين، يعني الوضع متخربط، لكو تعيينات لكو اسخام لكو هاي فقرة نص، يعني ثلاث ارباع زناقل والباقي كله فقر. محافظه السماوه افقر يعني محافظه بالعراق هي، يعني تعبانه وهي بها الصحراء والدنيا بها، يعني حتى لو زراعه يدعمون زراعه احنا بخير. شنو الناس يعني 13 واحد فلافل يوميا يحصل 10,000 5,000 يوميا جاي غير فلافل، والله ماكو يعني ما يحصلون. تعبنا انا هسه بالنسبه لي لا رعايه لا اصخام لا الطام للحكومه، كل شيء تعبانين. هسه حقنا سوك البطاقه عليها 300,000 نعمه، ما اريد بس اريد يعني ستر الحال. شنو نريد احنا؟ نريد المستشفيات والكهرباء والماي، ما اريد غيرها. هاي طلباتنا يعني بسيطة مو تعجيزية، الله وكيلك. يعني تعبنا، شو دول يتعاركون على الكراسي ومخلين الناس تعبان عليهم، شو عليهم شكر. طبعا العالم حالها كلش تعبان وشغل ماكو، والعالم من الصبح لليل تركض ورا العيشة، عرفت؟ وهاي هسه احنا صار لنا تقريبا شهرين قاعدين لا شغل ولا عمل، لان رواتب ماكو والعالم كلها عايشة على الرواتب، والرعاية هم هالايام كلش تعبانة، والعالم عايشة على الطحينة. يعني انا واحد من العالم الطحينة اروح ابيعها، لان ماكو شغل واقف يا اخوي. وهسه جتك هاي الخدمة مالت الزوار ما تبع عبد الله، فقير ما عنده يحط طلع العده في سبيل يخدم الزوار، فواحد عايش على واحد، وكل احنا لبا عبد الله نحاسته نطي لبا عبد الله. ما اكو ولا اكو فرص عمل تلقينا احنا هنا بالشارع. احنا نتمنى من الحكومه الجديده تشوف هاي الشباب، اكثريتهم خريجين يبيعون شاي، اكثريتهم خريجين يدفعون عرباين، اكثريتهم خريجين وقاعدين. نتمنى من الحكومه الجديده تسوي يعني تعيينات للشباب حتى تصير فرص عمل لهم. يعني المهندس قاعد، الكهربائي قاعد، المعلم قاعد، ابو الحاسبه قاعد، اكو خريجين هواي. نتمنى ان الحكومه جديده وان شاء الله تعين للعالم هاي الفقره، والعالم كلها ترى قاعده لا شغل لا عمل، الله وكيل. نتمنى ان الله من الحكومه جديده تساعد العالم. كانت المواد الغذائيه قبل سعرها يختلف وهسه يختلف، يعني احنا ناس طبقه عمال كسبه، كان تشيس الطحين ب 10,000 ب 15,000، يعني هسه اختلف السوق، السوق هسه تشيس ب 50، يعني الطبقه العمال الكسبه يلا تلحق. يعني احنا يوم نحصل
يعني اسبوع ما نحصل اثرت علينا هوايه. البطل الدهن كان ب 1000 وربع ب 1000 ونص، هسه ب 3000 دينار، يعني من صعود الدولار لحد الان اذى كعمال احنا طبقه كسبه اذانا كله، اذى المجتمع كله مو بس احنا، يعني السوق فرق هوايه. يوم ورا رزق الله، احنا ناس عمال، احنا حماميل مال سميت، يعني ورا رزق الله، يوم نحصل 10 يوم 15 ويوم ماكو، فاثرت علينا كعمال احنا شويه، اثرت هواي علينا. والله عائلتي انا وزوجتي وعندي 4 أطفال، 6 نفرات، والحمد لله الله مدرجها، بس احنا نسال من الله اول باته، نسال الحكومه المركزيه والمحليه ان هلتهم بالطبقه الفقيره، الطبقه العمال الكسبه، احنا يا الله مسيطرين على السوق، الله الله بالناس، ولا التاجر ولا المسؤول ولا غيره يقدر يتمكن، بس احنا الطبقه الفقيره لا ما نقدر، يعني هذا السوق ياثر علينا، كل ياثر هواي علينا. حضرتك مثل ما تفضلت عن الوضع النظافه، فهي قلت لك مثل ما تفضلنا الوضع انا مو جزئيات الاربعينيه، يعني بصوره عامه العراق كل النفايات باقيه والاوساخ والش ما غيرها، فان شاء الله احنا سالنا جماعه الدول البلديه قالوا كلها ربعنا رايحين مشي الى كربلاء، فان شاء الله يعني هالايومين لان الى اجوا ما ظل النفايات هاي مكانه، فيجون ان شاء الله يشيلونه. واما الكهرباء يعني بصوره عامه العراق كله يعاني من ازمه الكهرباء، واما الغذاء الفاكهه والخضروات يعني بقال متجديه ليش بأليف، قال لك يابا زرع ماكو، العالم كلها بالزياره وماكو، فاحنا الناشد اخواتنا يعني الباقي يدير بالهم علينا على المواطن، يعني مو يستغل المواطن على ابو زرع ماكو وازمه وما ادري شو. الطماط كانت بألف، فاليوم ممكن قللوها ما ادري عاد اليوم نزلت بهدل او بعد على سعرها. ماكو اي خدمات، خدمات ماكو، يعني شو اسولف لك على الخدمات، خدمات ماكو، كل والله فوق الفقر، فوق ناس كسبه ناس فقره ما عتهم، كل شيء ما عتهم، كل منطقه تعبانه، تعبانه ولا واحد يجيها ولا واحد يسال عليها ولا واحد يمر عليها ابدا، كل مرة ماكو مرة مثلا إنسان موظف مثلا مسؤول يمر عليها، ماكو كل شو اسمه ماكو خدمات، ماكو هاي شوف صار هالسنين ما حد هم تبليطها مثلا رعاية لها، ماكو كل شيء ماكو. ثلاث اشهر صار مشتغل، والله شاهد انا مقابل المحل، واجي تشوف الوضع، شوف هنا النفايات، شوف هنا مثلا عندك هناك يذبون انقاذ، ساحات يذبون انقاذ، اي ويحرقون توائر بالليل هنا، وتشوف قدامك هذا الوضع، والكهرباء والله وقت المشاة زينه بس قبل المشاة ما كهرباء، والله هو فقر هنا بالسماء، كل شوارع تدري بها من الفقر السماء، هواي كلش، عندنا المنطقه التجاوز. وايد بيت الطب تشوف يعني لا شوارع زينه، لا مثلا كهرباء زينه، لا مثلا مولده زينه، حاطين مولده وكل من يعني ضعيفه عندهم كلش، كهرباء ضعيفه، مكاناتهم تعبانه، بيوتهم تعبانه، كلش فقر عندهم.
يوميه يا سعد ايجار، كل ما اشوفك تشتغل تعطيني ايجار زايد. هاي وحده. ثانيا هذا الشارع اللي تاخذ لك نظره على الصوره هاي، والله الحيوان ما يسكنني، الحيوان ما يشتغل بي. يا محافظ السماوه ليش تشوفين بلديتك؟ تقول صرفت بلدي يا بلدي، شنو سويت بس؟ الوحش شنو سويت؟ شو هاي هضال شباب قاعده لا شغل لا عمل، نسواننا بالشارع. ابسط شيء السماوه سياره مكربله السماوه ما جت. ابسط شيء ما دبر المحافظ شنو سوى؟ يقول اصلاح وانا ما عد راتب وانا ما اخذ فلوس من الدوله. جاي يا ياخذن هاي فلوس وين قاعد تروح مع المحافظه؟ اكو ميزانيه لها ماكو؟ خل واحد يطلع يجاوبنا. اكو ميزانيه للدوله للمحافظه هاي؟ المحلات محتارين بس الله لنا. خاصة هذا الشارع والله بس الله. كيفك العباس؟ هيا ظل هيا شوف الشباب محتاره. كل واحد عنده خمس نفر او سته لا راتب رعايه لا من الموظفين ضالين على الله وذن المحلات. فليشن شوف صار فوق الجسر هذا سوون والله سوى اربع طوابق نص محافظه كبرى. يعني ارد اشوف يا مهندس هذا سواها زين. انا ابو محل هسه ناجر يعطيني يوم ما يعطيني يوم، ادري من المستثمر ما يعطيني. راح وين يروح؟ ضرب على جماعته ويظلون كيف يبيعون بنا ويشترون. غير هاي ماكو. الحمد لله الشكر لا رعايه سماوي، بس تلقي التاجر عنده رعايه الفقير ضال. هذا بعرف انا سلسله تقول ربع ما عنده. والله يجيني لفه ما عنده. يلفه ياكله بالسماوي ماكو. وين يريدوا يوصلوني؟ ماكو حل خالد وياهم تسال. لا سولف ولا تعب روحي، خاصه انا بالسماوي ما حيسمعك. والله الواحد شايف من هنا لباكر. نفس الوضع ولا راح يتغير. لان ما طول اكو فساد من تبي من هناك. ما اريد اسولف عن ما بنخاف لارواحنا. والله العظيم غير هاي ما اريد اقول. يعني هاي الشباب هسه طالعه تمشي لا شغل لا عمل كل شيء ماكو. هاي بعلالي هذا يدفع عربان يا دوب يحصل 2000 دينار ويروح لاهله يعيش بيه ويطبب له علاقه لاهله. هاي سماوة حالتها كلش تعبانه ترى، يعني عايشين ما ادري شلون. انا هسه شاب الله شاهد من الصبح لهسه قاعد بهذا المحل هذا ابيع لي ب 5000 مبايع. سوق تعبان يعني هسه شيء لك السواد جابوا لعاشور ظل نام على قلوبها بالمحلات ما يعني يشتري. ظل السواد يعني كميه هواي. سداري نفس الشيء، قمصان نفس الشيء. ما عنده فلوس الوادي يمشي تشتري شو تبيع ايش تاخذ؟ عمي قاعده وساكته الوادي ما الطلاب ما ادري شلون عايشه. شنو يجي لما قال اريد 1000 دينار اروح بكروه. والله عيشتنا زحمه. حتى حقوق ما اعطتناش دولتنا. انا واحد من الناس مقدور الظهر الاحمر. والله العظيم تشوف. عسكري وخدمت 35 سنه ويا صدام. والله شاهد كل شو ما اعطوني تايهون بشارع باطن. معاملة صعبة التقاعد العسكري ولا ما اعطوني دينار. عد من اشتكي. اشتكيت عند اهل البيت لا اسوي، شو اسوي؟ دعت عافيتي وما كذبت عليها. جيت وي مسعود واشتغلت وي الفرقة 11 وي الغتالي وي الاكراد الفرقة الثامنة كل شو ما حصلت. يعني انسان مظلوم انا. عد من تشتكي. لا تقدر توصل النواب، اشتكيت عند فالح حال صاري لا سوى له فايدة. اشتكيت عند الاسدي لا سوى له فايدة. كل شو ما سوونا.